السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ازيكم حبايبنا ومتابعينا عاملين ايه رب تكونوا بخير كل سنة وانتم طيبين آه، النهاردة هنحب نعمل وصفة يعني أغلبية المصريين بيحبوها جدا وبتبقى سيئة جدا من بره ياريت نعملها بقى كلنا في البيت بطريقة سهلة جدا جدا ومضمونة بفضل الله وما نشتريهاش من بره خالص هنعمل ايه هنعمل الفسيخ غير ان احنا بنعمله ضامنين نظافته الا انه كمان تكلفته بتبقى بسيطه جدا بالنسبه للاسعار المهوله اللي بنجيبها من بره اول حاجه عندنا سمك بوري السمك البوري لازم نتاكد كويس قوي ان انا جايبه سمك بوري نظيف من مكان موثوق منه يبقى سمك بوري اصلي جايلي صابح وفريش وحاجه مضمونه بعد ما بجيب السمك زي ما انتم شايفين كده انا بفضل الاحجام الكبيره الحجم الكبير ما بيخليش الملح يقدد اللحمه بتاعته لا بيخلي اللحمه من جوه طريه زي ما هنشوف مع بعض عندنا السمك اي عدد طبعا تحبوه ايه انا هعمل قدامكم سمكتين هنبتدي اول ما اجيب السمكه هغسلها هغسلها ازاي لان الغسيل والميه حريصه قوي انا يدوبك يعني هشطفها هوقف السمكه بطريقه افقيه كده سواء في طبق او في الحوض وهنزل الميه عليها من غير ما انزل ميه في الخياشيم من تحت يعني الميه نازله كده ميه بسيطه بشطف بس السمكه مطرح الرمل بتاع البحر او اي حاجه تمام بعد ما شطفناها هنعمل ايه عندنا مناديل بنجفف السمكة كويس تمام نيجي بقى عند الخياشيم بصوا السمك بتاعنا ما شاء الله عشان صابح الخياشيم بتاعته لونها حلو ازاي هنبتدي بالمنديل كده وننظف الخياشيم اهو ما جيبش مية خالص جوه خياشيم السمكه يا جماعه اهو بنضف كويس اوي وانشف كويس اوي هي ما شاء الله السمك حلو ونضيف اهو انا بس بعمل تكفيف للسمكه هي السمك عشان نضيف اهو مفيهوش أي, اي طينه بمسك الناحيه التانيه برضو اهي معايا كده مش عارفه الكاميرا موضحها اهي وبمسح كويس قوي اهو بصوا هو اصلا ما شاء الله زي الفل ليه بقى ما نغسلش راسه ولا ننقعه في ميه بملح ولا الحاجات دي لان بنسبه ميه في الميه بوظان السمك بتاعنا في التخليل الميه اللي بتبقى واصله فانا لازم مش هقدر املحه الا لما اتاكد ان هو جف تماما من اي نقطه ميه فيه طيب بعد ما مسحنا السمك بتاعنا بالطريقه دي هنعمل ايه عندنا ترابيزه عندنا رخامه عندنا اي حاجه مسطحه هنبتدي نحط عليها مناديل او ورق وهبتدي احط عليه السمك بتاعي يعني بالطريقة دي انا مثلا هنفرد مناديل كده مثلا وهحط السمكاية بتاعتي كده تمام طيب احنا دلوقتي في الشتاء والجو ساعة حلو قوي عايزة اقول معلومة ان السمك بيجف في الصيف وفي الحر اسرع بكتير من ما يبقى الجو ساعة بس نسبة ان هو انا خاف عليه في الصيف اكتر من الشتاء الشتاء انا هسيبه براحته بس مش هيجف بسهولة فانا هحطيت اهو مناديل من تحت هحط مناديل من فوق لاني ولا عايزة طير يجي عليه ولا دبان ولا اي حاجة اهي تمام انا غلفت السمكة بتاعتي اهي هاجي بقى عند الخياشيم هحط مناديل كده وفي الناحية التانية نفس الحكاية واهو خلاص كده ادي وهسيبه لحد ما يجف خالص بقى براحتنا احنا انا مش مضطرين يدخلوا التلاجة لاني قلت ان احنا الجو ساقعه جدا هنسيبه لحد ما الاقي المناديل دي ما بقاش فيه يعني حتى لما لو المناديل حسيت انها اتبلت قوي ممكن اغيرها المناديل اللي في الخياشيم برضو كل لما تشرب ميه اشيلها واحط غيرها هنشوف مع بعض انا هسيبه يجف وهنشوف هنكمله ازاي بعد ما سيبنا السمك بتاعنا ينشف تماما من الميه قلنا لو احنا في الشتاء بنسيبه بره عادي وبنغطيه كل شويه بنغير المناديل ونحاول نجففه طيب لو احنا في الصيف الصيف بيجفف طبعا الحراره بتجففه لي اسرع فانا بحاول ان انا اساعده على طول ان انا انشفه كل شويه واغير له المناديل بحيث يجف معايا اسرع تمام آه ما نبيتهوش في الصيف بره لو حد عايز يبيته عشان يتاكد اكتر هيبيته في التلاجة ده في حاله الصيف بس في التلاجة بس يبقى متغطي بفوطه علشان ما ينشفش الثلاجه بتعمل بتنشفه بزياده تمام عندنا هنا ملح خشن كيلو الملح بياخد معلقتين كبار شطه ومعلقتين كبار كركم الكركم انا حطها هنا كماده حافظه عندي تمام والشطه دي برده كماده حافظه تعتبر علشان يعني لا قدر الله ما يحصلش فيه اي حاجه بس احنا طالما مراعيين اه كل حاجات الامان في السلامه والنظافه ان شاء الله الحاجه بتاعتنا هتطلع زي الفل ادي السمكه بتاعتنا اهي بعد ما نشفت بصوا ناشفه تماما اهي ما اي حاجه ما شاء الله اهي مفيش ميه خالص وفي نفس الوقت الجلد طري ما جفش مني ده اللي انا بقوله علشان لما الناس بتحطه في التلاجة وهو مش متغطي فوطه اللي بيحصله ان هو بيبقى ناشف حجر همسك بقى السمكة بتاعتي اعملها زي مساج خفيف كده يعني كده ليونة بالراحة مهريش اللحم تحت ايدي يعني ممسكهاش بقى يعني افعص في اللحم قوي بحيث ان انا ابوظها لأ انا بس بعملها حركة كده اهو طبعا السمك ما شاء الله زي ما انا قلت الحجم الكبير يا جماعة الحجم الكبير اعمل واحدة كبيرة احسن مليون مرة من اتنين صغيرين تمام خلاص كده اديني عملتلها المساج بتاعها عندي للتغليف عندي ورق استريتش هحط رشة ملح كده بطول الورقة رشة مش كبير زي ما احنا شايفين كده وهقوم ماسكة السمكة بتاعتي الخياشيم دي هملها ملح أهو تمام وأحاول أقفل على الملح كده هنيم السمكة بتاعتي اهي وأحط برضو رشة خفيفة على السمكة كده هقفل بقى عليها كويس وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه تاني كده اما غلفناها كده كويس عندنا اكياس ثلاجه ده كيس كمان هدخله العكس عشان ما يبقاش فيه اي فراغ فيها وعندنا سلوتيب تمام وهنلفها كويس قوي امسك كده اهو واضح كده اهو والف الف عليها كلها واحاول ما مخ... هو كل ده ليه علشان ما اخليش اي هوا فيها ادي هوا اهو هو. احاول اخرجه كده انا عايزه السمكه ما يبقاش فيها اي هوا ويبقى متقفل عليها كويس قوي اهو بصوا بقت عامله ازاي بصوا السمكه ما فيهاش هفوه مقفلينها كلها كويس قوي طيب هنشوف بقى التغليف الاخير هيبقى ازاي دلوقتي بعد ما غلفنا السمك بتاعنا عندنا شنطه كبيره الشنط دي بتتباع في السوبر ماركت اه اللي هي الشنط البيضه الكبيره الطويله اللي هي بنشيل فيها الهدوم بتاعتنا تمام هنجيبها دي احسن من اما انا اقعد احط بقي في عشر شنط واكياس صغيره والكلام ده هبتدي احط عندي السمك اهو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم هنحطه كده دي هنا الراس وهنا الديل اللي جنبها الديل عند الراس والراس عند الديل تمام ادي وادي التالتة اهي العكس تمام ابتدي اهو شوفوا ما شاء الله عاملين ازاي في الشنطه اهو كاميرا كده موضحه اهي هنبتدي بقى نقفل بسم الله الرحمن الرحيم برضو نقفل ونلف كويس اما بقفل اما بلف بلف بشد الشنطه معايا اهي افرد كده انتوا اعملوها زي ما انا عملتها كده بسم الله <تريقون> بعد ما لفينا اللفه بتاعتي كويس بصوا مفيش خرم يعني الشنطه مش باينه بصوا كلها سالوتيب اهو انا كملتها وبالعرض وبالطول بصوا ما تخلوش فيها هفه بحيث انها تبقى جامده كده مفيش, مفيش نقطه هوا هنبتدي يعني عندنا قلم هعلم اتجاه واحد والناحيه التانية اتنين ليه بقى بعمل كده لان انا كل يوم هجيبها مرة على رقم واحد ومرة على رقم اتنين تمام لان طبعا السمك احنا حطينا فيه ملح الملح هيخر مية فانا مش هينفعش اني اخلي النص مستوي في المية والنص التاني لا لازم كل يوم مرة على واحد ومرة على اتنين فانا علمت ليه علشان ما انا جي النهاردة واحد ولا النهاردة اتنين لا يبقى انا كده حريصة في شغلي ودقيقة فيه عشان الحاجة تطلع احنا تعبانين فيها تطلع بفضل الله ممتازة واحسن من الممتازة ان شاء الله طيب احنا دلوقتي السمك ده هنخليله مدة قد ايه هنخليله واحد وعشرين يوم بالظبط ان شاء الله يعني انا هن احنا هنحطه في طبق في علبة في اي حاجة لازم يبقى في مكان ضلمه يعني نحاول نحطه في مكان مظلم او نحط عليه بعد ما نرصه يعني لو انا عندي كذا لفه لو انا عندي عامله اكتر من ثلاث سمكات وعامله كل تلاتة في شنطة زي ما احنا عملناهم كده او كل اتنين في شنطة هيبقى عندي اكتر من لفة هحطهم في الطبق او في العلبة واقفل عليهم واجيب شنطة سمرة واغطيهم بيها او قماش او اي حاجة المهم اني امنع عنهم الضوء تماما تماما في المكان اللي هما فيه هنقعدهم واحد وعشرين يوم بالظبط ونفتح عليهم سوا نشوف النتيجة ان شاء الله هتبقى عاملة ازاي دلوقتي بعد ما عدينا الواحد وعشرين يوم بتاعنا على تخليل الفسيخ ادي اهو قدامنا انا حابه ان انا افتحه قدامكم عشان تشوفوا هو بيبقى شكله عامل ازاي بس نعد واحد وعشرين يوم بالظبط تمام هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونفتحه ما شاء الله تبارك الله بصوا بصوا ما شاء الله السمك جوه عامل ازاي اهو قدامك اهو عشان محدش يقول ان احنا جايبين سمك ولا ولا فسيخ تاني ولا اي حاجة انا بفتح اهو عشان المصداقية قدامك اهو بصوا السمك بتاعنا عامل ازاي ما شاء الله تبارك الله ولا سمكة منفوخة ولا سمكة بايظة زي الفل زي ما رصيناه قدامكم طالع قدامكم حاجه بسم الله ما شاء الله هتاكلو فسيخ عمركم في, عمرك في حياتكم ما اكلتوه زيه قبل كده نظافه جوده تاكلوا حاجه مضمونه بفضل الله هنفكه وننضفه واوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي ادي الفسيخ بتاعنا اهو بعد ما شلناه من الكيس بتاعه حاجه بتتكلم عن نفسها بسم الله ما شاء الله لازم تجربوا يا جماعه الوصفه دي سهله جدا وتضمنوا صحتكم وتاكلوا في سيخ مخلل نظيف جدا ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان لسه في وصفات كتير واسرار كتير مع شيف بطوطة واي استفسار او اي سؤال سيبوه في التعليقات ونتقابل في وصفة جديدة مع شيف بطوطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته